جملة وتجزئة. السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. وبمناسبة افتتاح عربة التين للخضار والفواكه والتمور، عروض جدا قوية وحتى نفاذ الكمية في هذا الفرع الكبير جدا الموجود في حي الجنادرية على شارع ضياء بالتحديد. إذا ما عرفتوا الموقع اكتبوا عربة التين للخضار والفواكه بيوصلكم هنا مباشرة. العروض والأسعار والأصناف سنابات. شوفوا يا جماعة الأسعار القوية هنا في اللين، الطماطم المحمي بكم تأخذونه؟ أقل سعر يا عبد الله، أنا صورته فعليا عندك. الفلين بالعادة بكم؟ 15-18-20. يا جماعة سعر جنوني، أنت بتنصدم من السعر. أبي آخذ اثنين فلينين، فلينين عفوا، الفلينين يا جماعة المحمي 15 ريال. اكتبوا عربة التين الخضار والفواكه بيوصلكم مباشرة إلى 13 يناير أو نفاذ الكميات. انتهت الكميات انتهت. يا جماعة كياس البطاطس اللي تشوفونها قدامكم كيس 2-3، هالثلاثة كياس ب10 ريال فقط، وشرطهم الوحيد الكل متابع 3 أكياس كحد أقصى. يا جماعة الأسعار القوية اللي هنا، الزهرة الملفوف للمحاشي السلطة يا جماعة أسعار قوية جدا. حتى البروكلي بكم الحبة؟ ريال فقط في عربة التين. جرم الطماطم يا عبد الله اللي تشوفون اللي يشوفونه قدامهم الان، هل الجرم الكبير حبه ما شاء الله تبارك الله يا كبير. سلام، بكم هل الجرم الكبير؟ 8 ريال بس، 8 ريال فقط. عروض الافتتاح وحتى نفاذ الكميات الى 13 يناير او نفاذ الكميات. بسألكم سؤال الفراوله يا جماعه، بكم تاخذونها؟ هنا اسعار قويه جدا جدا. علبه الفراوله اللي تشوفونها قدامكم بكم؟ بدال ال5-4-3 بريال واحد، او الكرتون ب10 ريال، ويقول لك لك الى كرتونين حتى يستفيد الجميع بريال واحد فقط العبوه. كراتين الجوافه اللي تشوفونها قدامكم، الكرتون هذا اللي تشوفونه هنا 8 ريال فقط. كراتين المانجا اللي تشوفونها قدامكم هذا اللي هنا زي ما نلاحظ ونشوف، هالكرتون ياخذونه بكم؟ 40-45 الايام هذه عندك؟ 38 ريال فقط. ايضا طبق البيض اللي هنا عبد الله، انت عندك افتتاح ونحتاج عروض قويه، كم سعره عندك اول؟ 15.95 الطبق البيض؟ لا نبي عرض قوي جدا للمتابعين يستاهلون. واحرص لي على الكميات. عندك كم تقول؟ احتاج لهم عرض قوي من النهايه من غير ما انا اقول، انت اللي تقول. 12.95. هلا سؤال ابساله، كل واحد كم ياخذ؟ والعميل طبقين. طبقين حتى الكل يستفيد. هذا السعر تغير قدامكم الى 12.95. هلا هذا علق لنا السعر الجديد حتى الكل يشوفه. هذا هو قدامكم 30 حبه في هالطبق ب 12.95. شوفوا يا جماعه صحون الخضار وباقل الاسعار، شوف التعبئه قدامكم والجوده يا سلام. الكوسة، الخيار، تأخذون أيضا الجزر البارد، الباذنجان، إلى وين؟ الليمون معه؟ حتى الليمون، وخاصة الليمون في الشتاء يرتفع سعره. كم يأخذون من طبق يا عبد الله؟ 7 صحون ب10 ريال. 7 صحون هذا هو قدامكم ب10 ريال فقط. شوفوا يا جماعة النظافة اللي عندهم في كيلوات الخضار اللي عندكم، هذا السعر عندكم بيكون ثابت ولا؟ طيب وش العرض اللي يقوله؟ 3 كيلو ب10 ريال. عندكم البارد، الكوسة، أيضا الخيار، والجزر، والبارد 3 كيلو ب10 ريال فقط. كياس الثوم يا عبدالله كم يأخذون من كيس؟ 4 كياس ب10 ريال. 4 كياس ب10 ريال فقط. أبغى دور من التفاح أو أبغى كرتون كله موجود ولا لا؟ الدور هذا من التفاح بكم آخذه؟ 20 ريال. ب20 ريال أنواع كلها، التفاح الأخضر، التفاح الأحمر، الأبيض، السكري، كلها بكم؟ الدور ب20 والكرتون ب95 ريال في عربة التين الخضار والفواكه. شوف يا جماعة الموز تبي بالكرتون تبي بالكيلو ما عندكم مشكلة، الكيلو بكم؟ 94 هلا لا، أو الكرتون الكبير جدا اللي عندهم ب75 ريال فقط. شوف يا جماعة كراتين الموز اللي تشوفونها قدامكم، الكرتون بكم ياخذونه؟ برا 18 ريال. هنا ب10 ريال فقط كرتون الموز الصغير اللي تشوفونه قدامكم. تفاح الكيس يا عبد الله اي نوع بختاره بكم ياخذونه؟ برا على 15 عندك 9 ريال. تفاح الاخضر، السكري، ايضا الابيض، كل الانواع الكيس ب9 ريال فقط. صحون الفواكه اللي تشوفونها قدامكم عطني السعر الزين يا عبد الله. السعر الصحن 5 ريال. اي نوع؟ اي صحن فواكه؟ كيوي، تفاح، جوافه 5
ريال. 5 ريال فقط. والفلينين اللي وسط صورناه فلينين وسط ب 15. شوفوا يا جماعة هنا الخس كم ياخذون الخس؟ 5 حبات ب 10 ريال. 1 2 3 4 5 عليكم بالعافية، الخمس ب 10 ريال. العنب يا عبد الله، أول شيء قبل السعر القوي، هذا بذر ولا بدون؟ بدون بذر. بدون بذر. بكم ياخذون الصحن؟ الصحنين ب 10 ريال. الصحنين ب 10 ريال فقط. يا جماعة التمر الجلكسي اللي تشوفونه قدامكم، هل كرتون ياخذونه بكم؟ 10 ريال. ولا الصحون اللي هنا السكري هذا؟ 5 ريال 75 سكري؟ سكري 55. هلا لا. سلة الأفندي الحجم الكبير، شوفت عينكم التعبئة. هالسلة الكبيرة كم أسعارها؟ 15 ريال عندهم فقط. شوفوا يا جماعة سلات الأفندي اللي هنا، هذا وش نوع عبد الله؟ هذا مصري يا حبيبي. طيب السلة هذه الكبيرة 16 ريال. طيب وش عندنا هنا؟ هنا الحبة الوسط، الحبة الوسط بكم؟ 28 ريال. واللي هنا الإسباني حبة اللي أكبر ب 30 ريال فقط. هالسلة سلة الرمان اللي تشوفونها قدامكم هذه بكم؟ 13 ريال شامل الضريبة. 13 ريال فقط. شوفوا يا جماعة كراتين الرمان اللي تشوفونها قدامكم، هل كرتون الكبير؟ 45 ريال. والكيلو بخمسة ريال، هذا الكرتون سعره قدامكم. شوفوا يا جماعة كراتين البرتقال اللي تشوفونها قدامكم، أقل سعر ممكن تلقونه على برتقال الفريش اللي هنا، بكم الكرتون؟ 19 ريال فقط. شوفوا يا جماعة كراتين البرتقال كم كيلو يا عبد الله؟ 15 كيلو. ياخذونها بكم؟ 40 ريال فقط. كراتين البرتقال اللي هنا يا سلام 7 كيلو. 7 كيلو طبعا، 7 كيلو ب 17 ريال فقط. الفلينات الكبار يا عبد الله بكم ياخذونها؟ طول السنه 9 ريال. طيب 6 ريال. والوسط ب 6 ريال، لذلك اي فلين وسط هنا تشوفونه قدامكم في الرصه 6 ريال الوسط، الكبير 9 ريال. حي الشتاء وحي ما جاب، الذره في الشتاء رقم واحد والكل يطلبها. ابي اخذ هذه السله الكبيره بكم بتكون؟ 18 ريال. ما ابغى السله الكبيره، ابغى بالكيلو. 3 كيلو ب 10 ريال. 3 كيلو ب 10 ريال. شوفوا يا جماعه الكميات الكبيره، هنا جرم الباذنجان حتى باسعار شبه جمله مباشره للافراد او للجمله، المحلات اللي بياخذ كميات ما عنده مشكله، بكم ياخذونه؟ 20 ريال. 20 ريال. البارد 25. 25 ريال هالجرم الكبير، وعندهم الجزر بكم؟ 30 ريال هالجرم الجزر الكبير، وعندهم كميات وانواع كثيره جدا. كراتين المويه اللي تشوفونها قدامكم كرتون بداخله 48 حبه حجم الربع او 40 حبه حجم النص ب 11 ريال فقط. شوفوا يا جماعه جرم الجزر الحجم الكبير جدا، هذا بكم؟ 30 ريال فقط. 30 ريال. فلين الليمون يا عبد الله اللي هنا بكم ياخذونه؟ 9 ريال. ما ابغى الفلين هذا، ابغى كرتون مثلا. وينه؟ 45. هذا ب 45 ريال. شدات المويه اللي هنا، شده بداخلها 24 عبوه حجم النص 4 ريال و90. هلا لا. شوفوا يا جماعة كراتين الجزر اللي هنا هالنوع، الكرتون كامل ب 15 ريال فقط. هذا ختام اعلاننا هذا اليوم في عربة التين للخضار والفواكه، عروضهم 3 ايام او نفاذ الكميات. هذه الكميات اللي تشوفونها قدامكم غير الموجود في المستودع، لذلك 3 ايام او نفاذ الكميات. اكتبوا عربة التين الخضار والفواكه والتمور بيوصلكم مباشرة، او ارفعوا الشاشة دايركت توصلون دايركت. شوفوا يا جماعة أقل الأسعار وأسعار شبه جملة، عروض الافتتاح دائما غير. عبد الله شايف سعر قوي جدا هنا في اللينة الطماطم المقلوبة. ثلاث فلينات بعشرة ريال. ثلاث فلينات بعشرة ريال فقط. وين؟ في عربة التين للخضار والفواكه. إلى متى يا عبد الله؟ حتى نفاذ الكمية. حتى نفاذ الكمية. ثلاث أيام أو نفاذ الكمية. ثلاث فلين طماطم المقلوبة اللي تشوفونها قدامكم، الثلاث فلينات بعشرة ريال فقط.